عائلة عراقية من أربيل متكونة من 6 أشخاص، الأب والأم وأربع أطفال أصيبوا بالعدوى، وهم الحمد لله الآن بحالة مستقرة، ونتابع حالتهم من خلال الاتصال الهاتفي المباشر، والحمد لله الحالة مستقرة وهم بحالة جيدة في حجر صحي داخل منزلهم، وبمتابعة من المستشفى، وأيضا بتواصل من قبل السفارة ومن قبلي شخصيا. هناك تواصل، نعم هناك تواصل ما بين السفارة العراقية وممثلين الجالية، وبما يخص العائلة الكريمة هناك تواصل مع العائلة حول الاحتياجات التي من الممكن أن نقدمها لهم. والذي حصل في الحقيقة هو عند معرفتنا بالإصابة التواصل، كما تعلم هم موجودين في مقاطعة بعيدة عن العاصمة روما. الطريقة التي نساعد فيها هي التواصل مع وزارة الخارجية الإيطالية ومن أيضا وزارة الصحة من أجل تقديم ما يجب من مساعدة صحية، وبالأخص بأن العدد الأكبر من المصابين بالعدوى داخل إيطاليا بأكثر من 50% من المصابين هم بحجر صحي داخل المنازل، وبالتالي هم داخل منازلهم إنما يتابعون من المستشفيات. ولذلك عمدت السفارة على التواصل مع وزارة الخارجية الإيطالية ووزارة الصحة من أجل تأمين الرعاية الصحية من خلال المستشفى الأقرب إلى هذه العائلة في منطقتهم. نحن في كافة الدول سفاراتنا تعمل على إحصاء لمعرفة عدد الزائرين، وأقول الزائرين وليس المقيمين، كما هو معروف في كل العالم الزائر الذي يواجه طوارئ في عملية العودة ما بعد الإعلان عن حظر التجوال أو قطع التواصل مع الوطن من خلال إلغاء رحلات الطيران وغيرها. فتقوم البعثات الدبلوماسية بإحصاء لعدد من هؤلاء المواطنين الذين هم في حالة طوارئ ويرغبون بالعودة. فلذلك نحن أعلننا وما زلنا نحصي عدد الأشخاص الذين هم في حالة طوارئ من الزائرين حصرا، ومنهم طبعا الطلاب، لمعرفة كيفية مساعدتهم من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وأيضا خلية الأزمة المشكلة من الحكومة العراقية في بغداد من أجل إيجاد الآلية لعودة هؤلاء. بالمناسبة العدد ليس كبير فيما يتعلق بإيطاليا، كما هو معروف عدد الطلاب عدد بسيط، وأيضا فيما يتعلق بالجالية جاليتنا لا تتعدى 7500 مواطن، ولكننا حريصين أن نقدم ما نستطيع لكافة المواطنين وإن كان شخص واحد هو في حالة العودة. هناك تواصل مع تفضل ذكرنا العدد أخي العزيز، العدد هم 6 أشخاص عائلة واحدة مصابة بالعدوى، البقية الحمد لله بحسب الإحصائيات الموجودة لدى سفارة العراق، ولا ندعي بأن لدينا كافة المعلومات. نعم نعم، لدينا عدد محدد لبعض العراقيين الذين كانوا في عمل وليس في سياحة خلال هذه الفترة، وكما ذكرت بأن العدد ليس بكبير، هناك حوالي 10 شخصيات تم التواصل عبر هاتف السفارة العراقية، وبالتالي نحن بتواصل معهم، وهؤلاء غير موجودين فقط في العاصمة روما، إنما موجودين في ميلانو على سبيل المثال في بعض المقاطعات الأخرى. إحنا مهتمين أيضا في التواصل مع طلبتنا، هناك عدد من الطلبة العراقيين من كافة الأراضي العراقية ومن ضمنهم إقليم كردستان، تواصل معنا حقيقة الممثلية في تواصل جيد. هناك 4 طلبة من إقليم كردستان يرغبون بالعودة، هناك 2 من طلبتنا في الأكاديمية العسكرية يرغبون أيضا في العودة، ولدينا 4 طلاب في جامعات متفرقة بعدد من المقاطعات الإيطالية أيضا يرغبون بالعودة. سنعمل ما نستطيع من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية العراقية وخلية الأزمة من خلال وزارة الخارجية لنرى كيفية عودة هؤلاء.
إنما أستطيع أن أؤكد كسفيرة لجمهورية العراق بأن الجميع بحالة جيدة صحيا، ولم يصاب أي من الكادر السفارة العراقية وملحقياتها كافة، وأيضا سفارة الكرسي الرسولي، وأيضا الممثلية وهم زملائنا وأصدقائنا، فكلهم بحالة جيدة. والحمد لله نتابع، جاليتنا جالية مثقفة ملتزمة تتابع تعليمات والتدابير المعلنة من الدولة الإيطالية، والعائلة في الحقيقة المصابة أتت لها العدوى من أحد أفراد عائلتها من الشباب، ومن خلال تنقل في المواصلات العامة. فالحمد لله كما ذكرت حالتهم جيدة مستقرة الآن، ونأمل لهم الشفاء.